أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حديثنا القادم راح يكون عن جمعية المفرق الخيرية، والحديث أكثر عن هذه الجمعية والمبادرات التي تقوم فيها في تنمية المجتمع المحلي. بسعدنا يكون معنا السيد عبد المهدي محمد قزان، رئيس جمعية المفرق الخيرية. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. أهلا وسهلا، يسعد وأيضا صباحك. بسعدنا يكون معنا الله. الدكتور نمر خشاشني، عضو في جمعية المفرق طبعا، وأنت محاضر متفرغ في كلية الشريعة جامعة آل البيت. أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية. يعني دائما الحمد لله، يمكن عم نحكي الصبح بأنه يوم جديد، فبرنامج يوم جديد، العديد من الجمعيات والمبادرات الخيرية التي تسعى إلى العمل التطوعي، العمل الخيري وتنمية المجتمعات المحلية، وجمعية المفرق واحدة من هذه الجمعيات. نحكي عن هذه الجمعية، تأسيسها وأيضا دورها في التنمية في محافظة المفرق. تفضل. شكرا لك أستاذ حازم. بداية لا يسعني إلى أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والاحترام والتقدير إلى التلفزيون الأردني، هذه المحطة الوطنية التي أتاحت لنا هذه الفرصة، وأخص بالذكر برنامج يوم جديد، هذا البرنامج الرائع الذي يطل علينا في إطالته كل صباح. بداية نبدأ بما هو خير، وقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول للرسول الكريم في الحديث النبوي الشريف حيث يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام شبه المجتمع المسلم كجسم الإنسان، الأفراد الذين يعيشون في هذا المجتمع كجسم الإنسان الذي يتكون من عدم الرأس، اليدين، الرجلين، فإذا أصاب الإنسان ألم في يديه أو في رجليه أو في رأسه فكل جسم الإنسان يتأثر ويتألم من هذا المصاب الذي ألم به. وكذلك المجتمع المسلم يجب أن يكون متحاب، متعاون، يعطف بعضه على بعض، يرحم بعضه بعضا. فجاءت فكرة إنشاء هذه الجمعية انطلاقا من وحي هذه الآية الكريمة التي ذكرت، اللي هي التعاون على البر والتقوى، وانطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته سابقا. حيث تأسست هذه الجمعية في النصف الثاني من العام 2011، يعني مضى على نشوة ما لا يزيد عن سنة ونصف تقريبا. إن شاء الله. يعني أيضا العديد من الأنشطة اللي بتقوموا فيها، الفعاليات في تنمية المجتمع المحلي، نحكي سريعا عن كل هالأنشطة اللي بتقوموا فيها. تسمح لي أستاذ حازم قبل ما نبدأ الأنشطة نحكي عن الأهداف اللي جاءت إليها فيها الجمعية. الأهداف طبعا أهداف الجمعيات بشكل عام كلها واحدة، يجمع بينها قاسم مشترك، اللي تقديم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين، وهذا أهم هدف من أهداف الجمعية، خاصة في محافظة مفرق. عندنا تعرف يوجد خط فقر في مدينة مفرق بالذات وقراها، فلذلك بأمس الحاجة لبناء أو لإنشاء مثل هذه الجمعية. على هذا الأساس تم إنشاء هذه الجمعية، وقامت الجمعية بتقديم العديد من المساعدات للفقراء والمحتاجين والمعوزين، حتى وصلت المساعدات إلى الأسر السورية اللاجئة والمنازعة إلى محافظة مفرق. هذا هدف أساسي. الهدف الآخر اللي هو عمل المشاريع الاقتصادية، يعني المفرق عندنا تحتاج بشكل كبير جدا إلى مشاريع اقتصادية مدرة للدخل لتدعم المواطنين وتدعم الجمعية لكي تبقى مستمرة على البقاء والاستمرار في خدمة هذا المجتمع المحلي. الهدف الثالث والأخير وهو إقامة النشاطات الاجتماعية الدينية الوطنية، وفعلا قامت الجمعية بعمل نشاطات كثيرة، منها الاحتفال بالإسراء والمعراج، المولد النبوي الشريف، وكثير من الاحتفالات الدينية والوطنية قامت بها الجمعية. يعطيكم ألف عافية. طبعا جهد مشكور. احنا كمان حابين نتحدث مع الدكتور نمر. دكتور الله يعطيكم العافية، وأنت أيضا عضو بالجمعية، وأنت أيضا أستاذ في كلية الشريعة في جامعة آل البيت. ماذا تقول عن هذه الجمعية ودورها في التكاتف دائما والتكافل مع المجتمعات المحلية، ويعني دائما عمل الخير في تنمية المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الأستاذ الكريم فذكر الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى تنتظم أحكام الإسلام جميعا. لاحظ أولا أنها بدأت بفعل أمر وتعاونوا، هذا التعاون ليس لطرف ولا لجزء ولا لشخص، إنما هو جميع المكلفين مكلفون بالتعاون. ثم لم تذكر لنا الآية نوع التعاون إلا أنها حددته فقط في البر، فما دام هذا التعاون في البر، إذا صار التعاون على أي عمل يعود بالخير والنفع على الإنسان فهو إذا مشمول بهذا التعاون. والجمعية جمعية المفرق قامت بنشاطات طيبة، ومن ضمن هذه النشاطات عندنا نشاط حفظ النعمة، فهي قامت بهذا الجانب.
هنالك عادات يمكن أن تكون عند بعض الناس وهي الإسراف مثلا في الطعام، في الشراب، في الحفلات، في غيرها، فهي تقوم بجمع هذه الأشياء الزائدة وتضعها في مكانها وفي ميدانها. دعني هنا أن أذكر النصوص القرآنية التي تنهى عن الإسراف. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيضا ولا تسرفوا هذه وردت عامة، لا تسرف في الطعام، لا تسرف في الشراب، في أي شيء ينبغي أن يلتزم الإنسان حدود الوسط حتى يكون في دائرة الخير. إذا لو نظرنا إلى حفلات ليست على مستوى بلدنا في العالم الإسلامي، تجد أن هنالك حفلات لا يمكن إلا أن يكون فيها إسراف بشكل كبير. فإذا أتينا إلى الأطعمة والأشربة التي تقدم يمكن أن لا يستهلك عشرها، فهذا الباقي إذن سيكون مصيره الإتلاف، وهذا ضياع للثروة، وسيكون أيضا مخالفة شرعية. فإذا استطعنا الاستفادة من هذه الزوائد بأن نوصلها إلى أصحابها وأن ننتفع بها بطريق معين من الطرق، فيكون هذا في دائرة الخير. ثم أيضا هذه الأشياء هي نعمة، صحيح، ونحن مأمورون أن نشكر هذه النعمة. فالشكر الآن قانون شرعي وسنة من سنن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا نظرت إلى موضوع التوبة، الله عز وجل قال: فيتوب الله على من يشاء. إذا نظرت إلى موضوع إجابة الدعاء قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. لكن إذا نظرت إلى الشكر فإن الشكر يحمل الزيادة قولا واحدا بدون استثناء. فهذا الشكر إذا للنعمة أن نحافظ عليها وأن نستعملها في موضعها الحقيقي، فهذا نوع من الخير. الجمعية الذي أعرفه أنها قامت بجمع هذه المواد، والصالح من هذه الأطعمة الزائدة يتصلون بأطراف هذه الجمعية فتجمع هذه المواد وتغلف ويعاد إعدادها وتوجيهها إلى من ينتفع بها. إذا لم يكن هنالك إمكانية للانتفاع بها في الطعام وفي الشراب فإنها يعاد تصنيعها لتكون مثلا مجففة وأعلاف للحيوانات وغيرها. انظر مثلا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول لعائشة: رأى كسرة خبز فتناولها صلى الله عليه وسلم وغسلها وأكلها، وقال: يا عائشة، هذه النعمة إذا نفرت فإنها لا تعود. إذا معناها المحافظة على النعمة شيء كبير، صحيح. أنت أيضا عندما تحافظ على النعمة وتكون شاكرا فإنك تحفظ النعم الموجودة وأيضا تقتنص النعم المفقودة، صحيح. فهذا قانون رباني عظيم، والإخوة الكرام في الجمعية يعملون بهذا الجانب، ودورهم دور طيب إن شاء الله وسليم، وهو في إطار الشريعة. وشريعتنا لا تأمرنا دائما إلا بالخير، لا يوجد عندنا حكم شرعي الشريعة تأمر به إلا وهو محقق المصلحة. قول أنقله لابن قيم الجوزية رحمه الله يقول: هذه الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها، فأي مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الرحمة إلى ضدها فليست من الشريعة في شيء. فهذه الشريعة لا تأمرنا دائما إلا بالخير، صحيح. يعني أيضا حابين نحكي أكثر عن ما تفضل به الدكتور، يعني أستاذ عبد المهدي، الجمعية قامت في هذه المبادرة وهذه الحملة حفظ النعمة، نعم. نحكي أكثر عنها، كيف تتواصلون في الميدان، كيف تجمعوا، كيف توصلوا للمحتاجين في هذا الموضوع، وكيف يعني بتحافظوا على النعمة أنه يعني ما تتلف أو ما تنكب، نعم. بنفس الوقت تفضل. شكرا. يعني أستاذ عبد المهدي، الجمعية قامت في هذه المبادرة وهذه الحملة حفظ النعمة، نعم. نحكي أكثر عنها، كيف تتواصلون في الميدان، كيف تجمعوا، كيف توصلوا للمحتاجين في هذا الموضوع، وكيف يعني بتحافظوا على النعمة أنه يعني ما تتلف أو ما تنكب، نعم. بنفس الوقت تفضل. شكرا أستاذ حازم. طبعا هذا الجانب له ثلاثة أمور. الأمر الأول هو وفاء ما لديك من اللباس والمتاع والكساء، يعني أنا أكسى على هذا الأمر تقريبا. يعني يوجد كثير من العائلات يكون لديها ألبسة أو أمتعة أو غير ذلك ليسوا بحاجة لها، فنقوم إحنا بدورنا نذهب إليهم بناء على اتصال بيننا وبين هؤلاء الناس، ونقوم بالحصول على هذه الألبسة أو الأمتعة، ونقوم باستصلاحها ثانية سواء بغسلها أو بكيها، وبعد ذلك نقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين داخل مدينة المفرق وخارج المدينة في القرى المحيطة بمحافظة المفرق. هذا ما يتعلق في اللباس والمتاع. أيضا موضوع حفظ النعمة هو المهم طبعا، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم.
قامت الجمعية على عاتقها بعمل هذا المشروع وتنفيذه، وهو يتعلق بموائد الطعام التي تزيد عن حاجة المواطنين في الأفراح والأتراح، وكذلك الآن مناسبة المرشحين في الانتخابات أيضا يقومون بعمل العديد العديد من الموائد التي ليس لها داعي أو حاجة، وأغلبها يعني يذهب إلى الحاويات أو إلى سلال المهملات للأسف الشديد. فنحن نحث هؤلاء الأخوة بتقديم هذه الأشياء التي تزيد عن حاجتهم عن طريق الاتصال بالجمعية، ونحن نقوم من فورنا بالتوجه إليهم ونقوم بالحصول على هذه. ليش رقمكم بالجمعية؟ هناك رقمين للجمعية إذا كرمت أستاذي، 077-2363-240، رقم الآخر 078-6-8-10-6-3-7. هاي أرقام جميل معتمد عنا، أي إنسان بيحصل عنده مناسبة سواء فرح ولا قدر الله أتراح وقام بإعداد هاي المواد يقوم بالاتصال بنا، فنقوم بالحصول على هذه الأشياء وتوظيفها وتوزيعها على الفقراء المحتاجين. الأهم من ذلك أستاذ حازم اللي هو حفظ النعمة، عندنا الآن في الجمعية مشروع بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ألا هو مشروع استصلاح وتدوير الخبز الجاف وتحويله إلى أعلاف تصلح للماشية أجلكم الله. هذا الخبز طبعا كما تعلم كثير الكثير من العائلات يقوم بطرح هذا الخبز في الحاويات، سواء على الأرصفة أو الحاويات أو بسلال المهملات، ولا يكتثون لهذا الشيء، مع أنه خبز شيء مكرم ومقدس عند الإنسان سواء عند المسلم ولا المسيحي ولا اليهود. أي إنسان يجد قطعة من الخبز على الأرض أو كسرة يقوم بحملها ويقبلها ويضعها في مكان آخر. فلذلك نهيب بها الأخوة المواطنين أن يقوم بمساعدة الجمعية، بأن يقوم أي شخص لدي هذه المادة فرزها أنه حطها في مكان وضعها في مكان آمن، تجفيفها مثلا ما تتركها في مكان متكدس تكدس حتى تتعفن، لا يفصلها عن بعض الأطعمة اللي تكون عالقة فيها ويضعها في مكان آمن، ونحن نقوم بعد الاتصال بالحصول على هذه المادة. أمر آخر، نرجو ونتوسل إلى جميع المعنيين في هذا البلد وخاصة على وجه الخصوص الجهات ذات العلاقة وبالذات القوات المسلحة الأردنية والمطاعم وأصحاب المخابز وكل من له علاقة والمدارس أيضا الذي يزيد عندهم هذه المادة الأساسية والتي فيها أجر من الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي يهتم بها ويعتني بها. هو يمكن كثير المواطن الأردني عنده وعي في هذا الموضوع بحافظ النعمة، بأنه يمكن أنا أغلب الناس اللي بشوفهم أحيانا طبعا إن الكل الآن عم بحافظ على النعمة وبيحطوا بالفريزر الخبز بيسخنوه بس هذا بوكله، لكن أحيانا بيزيد مثلا كمية، أنا متأكد إنه ما حدا بيكبها بالنفايات، لكن توضع في مكان مخصص وإذا بقدر يجمعها ولما يصير في كمية بإمكانه يتصل مع الجمعية صحيح ويستفيدوا منها، حتى بيعود عليه أجر بنفس الوقت ما بتلف النعمة. احنا حابين أيضا دكتور نستغل وجودك معنا حتى نوصل رسائل أيضا، يعني هاي المواضيع موضوع الإسراف والتبذير، يعني هناك دور للأهل بإنشاء الجيل بأنه يحفظ النعمة، يحفظ يعرف كيف يصرف، كيف الأشياء الأساسية اللي يشتريها، الأشياء اللي ما في داعي ما أزيد مصروف فيها، يعني كمان نشأة الطفل بأسرة تحافظ على النعمة. إذا نظرنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نحتاج إلى توجيه إلا ونجد مؤشر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في سنته تدل عليه. لما نجد سيدنا أنس وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أنس خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كان عنده وعمره 10 سنوات، يقول أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نلعق أصابعنا إذا أكل أن يلعق أصابعه، وأمرنا أن نسلت القصعة، نسلت القصعة يعني أن يلعق آخر الإناء ما فيه من الطعام، فإنكم لا تدرون البركة في أوله أو في آخره. هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، إلى الجيل، إلى الصغار، إلى الكبار، إنه حتى البقايا من الطعام التي تكون على اليد يمكن أن يكون فيها نفع ولا نتلف، معناها ننتفع بأي شيء يمكن الانتفاع به. صحيح. طيب هذه القصعة أيضا يبقى فيها من أثار الطعام، أيضا معناه نعد طعام يكفي ولا يزيد، وأيضا لا نترك شيئا ليتلف، لأنه هذا الإتلاف هو نوع من الإسراف، والإسراف ضرر على الاقتصاد وضرر على الأمة. لو جمعت إذن هذه الأشياء التي يسرف فيها الناس يمكن أن تكفي أسرا كثيرة أخرى، فإذا لا يجوز أن نتلف
شيء ينبغي أن نستغله. في دكتور دور للأب والأم لما نشوف الأب والأم إنه لما يحطه بصحن يكمل الصحن كامل بحط أكل على قد ما هو بده كأب وأم. الابن نفس الإشي يعني خلاص بتعود إنه ما يقوم عن الأكل إلا مخلص صحنه ما يخلف باقي بالصحن. فهي كمان في دور بالتوجيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الأب والأم. لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم رأى غلام يأكل معه قال كنت غلاما أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش في الصحفة. فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل مما يليك ويا غلام سم الله وكل مما يليك بيمينك وكل بيمينك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الطفل إذا كان عنده أي خلل أي شيء فهذا توجيه واضح. ثم هذه الأمور أيضا إتلافها يتنافى مع شخصية المسلم الذي بناها الإسلام على الطهارة. فيمكن هذه المتلفات لو أنها وضعت تصير مباء للجراثيم وللأمراض وللعدوى ولغيره، لكن إذا انتفع بها هذا الانتفاع معناها المسلم ينبغي أن يكون طاهرا في نفسه في ثوبه في مكانه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا أي أذى الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلا أن نبتعد عنه ونبعد أنفسنا عنه وأولادنا عنه. صحيح احنا سعيدين جدا بوجودكم معنا اليوم. إذا بتحب تحكي كلمة أخيرة إذا سمحت أستاذ حازم بدي أحكي كلمة أخيرة اللي هي بعض المشاريع بشكل موجز سريع اللي قام فيها الجمعية خلال العام المنصرم اللي هو المشروع اللي حكينا فيه قبل شوي الوفاء ما لديك من اللباس والمتاع. قامت جميع بعمل ورشات تدريبية، ورشة في دفاع المدينة والسلام العام لربات البيوت والمنازل المقاطنين في محافظة المفرق. أيضا قامت بعمل الأيام التطوعية لمحافظة المفرق حيث قامت بتنظيف الشوارع وأعمال بعض الصيانة في محافظة المفرق. أيضا قامت الجمعية بمشروع اللي هو الاحتفال بيوم الشجرة بالتعاون والتنسيق مع مديرية زراعة المفرق. قامت الجمعية أيضا بعمل ورشة لزراعة الفطر المنزلي، يعني أي ربة بيت حضرت هذه الدورة صحيح تستطيع عمل أو إنتاج أو زراعة فطر داخل البيت حتى أو على مستوى خزان في داخل المنزل ليس لها استثمار تقوم بزراعة هذه المادة داخل المنزل. هذه مشاريع قامت فيها الجمعية. أيضا يعني الأيام الطبية المجانية، قامت ثلاث أيام طبية مجانية في منطقة مغير السلحان في مدينة المفرق بالتعاون مع جمعية العون الصحي. واكيد احنا بنتمنى كمان المزيد من المشاريع إن شاء الله. اللي تساهم في ايصال الخدمه المميزه للمواطنين وايضا تساهم بشكل كبير في تنميه المجتمع المحلي في المفرق. واحنا دائما ندعي مشاهدينا كل المواطنين انه في اي حدا مثلا زي ما حكينا بده يتلف اي شيء بامكان الاتصال على الجمعيه بيستفيدوا منه بطريقه انهم يعطوه للناس تحتاج هذه المواد في كل مكان بوزعوا بطريقتهم الخاصه. بكرر النداء مره اخرى لجميع المواطنين والاهالي انه دعم هذه الجمعيه لما تقوم به من اعمال خير. اكرر لهؤلاء الخيرين الذين يعملون الخير ان يبادروا دائما الى تقديم العون والمساعده الى هذه الجمعيه، لانه يوجد هناك بعض المعيقات في الجمعيه. صحيح. يوجد مجموعه من المعيقات منها عدم توفر الدخل المادي، عدم توفر وسيله نقل، عدم توفر المقر. الان المقر لكل الجمعيه 150 دينار شهري وكل هذا من اهل الخير. فنرجو ان خير يقوموا اكيد التواصل مع المجتمع بتوصلوا الى كل ما يساهم في خدمه المواطنين المحتاجين في هذا في المجتمع المحلي اللي عايشين فيه. اكيد بنشكركم دكتور نمر العافيه، السيد عبد المهدي الله يعطيكم العافيه ويجزاكم الله كل خير. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج يوم جديد، خليكم معنا.